ستكون باجتماع البرلمان بغرفتيه. هناك أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، وأن البرلمان أو الأحزاب الأغلبية ستصادق بكل أريحية. لماذا؟ لأنه ثلاث أرباع هي لدينا 468 عضو في المجلس الشعبي الوطني و 144 عضوا باستكمال التعيين الأخير، 144 عضوا في مجلس الأمة، ثلاث أرباع هو 455. وإذا قمنا بجرينا عملية حسابية بسيطة للمجموعة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، المجموعات البرلمانية التي هي تعتبر مجموعات الموالية لبرنامج فخامة الرئيس، نجد أن مجموعة حزب جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي والأحرار ومجموعة تاج والليامبيا وبعض النواب الذين ليس لهم انتماء، بإضافة إلى الثلث الرئاسي بمجلس الأمة وحزب جبهة التحرير، مجموعة البرلمان حزب بمجلس الأمة وكذا التجمع الوطني، العدد سيفوق 505، وبالتالي سيمر بكل أريحية ويصادقون على